التحية لكم مشاهدي المجلة الزراعية عبر هذا العدد، عبر هذا الأسبوع نحييكم، ونحن دائما نأتيكم عبر مجلة الزراعية التي تنقل لكم نبض ولاية الخرطوم ونبض الزراعة والثروة الحيوانية والري بهذه الولاية المعطاءة. نحييكم عبر هذا العدد من المجلة الزراعية مشاهدينا الكرام، ونحن دائما معكم عبر هذا العدد متابعة لنشاط الزراعي والحيواني ونشاط الري بولاية الخرطوم. متابعة طيبة نتمناها لكم عبر هذا العدد. هذه الجمعية العريقة والتي بحمد الله تم إنشاؤها في العام 77 على يد نفر كريم من القريتين دبك وتكينة. هذه الجمعية نشأت وبحمد الله وهي لمعالجة الأمر الاقتصادي بالنسبة لإنسان المنطقة ومساعدته كمزارع وتوفير مساحة إضافية لما كان يقتنيه سابقا الأراضي السكنية أو الأراضي السواقي التاريخية الموجودة في القريتين. هؤلاء النفر رأوا في هذه المنطقة التي كانت عبارة عن أرض جرداء لا حياة فيها إلا هي عبارة عن مراعي هنا وهناك، فرأوا أن تقوم هذه الجمعية وتؤسس على هذه الأرض حتى يستفيدوا منها في العام 77. هذه الجمعية تضم في عضويتها 360 أو 65 مساهم، وهؤلاء المساهمين الآن أصبحوا عبارة عن 360 أسرة إضافة لغير للمنتفعين غير المسجلين في الجمعية. الجمعية نشأت خالية من المشاكل وبحمد الله منذ تاريخ تأسيسها ومستمرة حتى الآن، لم يفوت عليها موسم زراعي واحد، فهي استمراريتها ووجود معافاة من المشاكل جعلها والحمد لله مستمرة، إلا من بعض الهنات التي تحدث دائما مشاكل اقتصادية مالية تذبذب، ولكن هي مستمرة خالية من المشاكل. انسجام تام بين المساهمين من القبيلتين أو من القريتين، وهم من كل القبائل، كل القبائل موجودة في هذه الجمعية، متعايشين منسجمين لا جيران بعض في كل الفترات، والمنطقة الجمعية مساحتها ممتدة
من دبد شمالا إلى جمعية وضرملي جنوبا، ومن التكينة غربا وشرقا حتى الأراضي المطرية. فهي وبحمد الله جمعية موجودة في بقعة خصبة من ناحية الخصوبة، وجمعية متجددة وبحمد الله، وجمعية لا تتأثر بعوامل الطبيعة في 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 فصل الخريف إلا في المضرب، والذي نتمنى أن يجد الاستقرار حتى تكون هذه الجمعية كل السنة في كل المحاصيل السنوية مزروعة. أرضها لا تغمر بالمياه، لا يصلها النيل، لا تصلها الفيضانات، لا تصلها السيول، ولكن هناك مشكلة في مضرب الجمعية لو تم معالجتها بحمد الله لا توجد مشاكل في هذه الجمعية. الآن بدأ الموسم الشتوي، العروة الشتوية، وبحمد الله الآن نحن في داخل أرض الجمعية ومزروع فيها من الخضروات الفاصوليا ومن التقاوي المسبس، تراب المسبس للبصل للعروة الشتوية والعروة الصيفية، إضافة إلى زراعة البرسيم وزراعة أبو سبعين وزراعة القمح الذي يعني الحمد لله استوطن في هذه الجمعية. كل عام نزيد في رقعة الزراعة بتاعت القمح، وبحمد الله إنتاجية فوق الجيدة، يعني إنتاجية ممتازة وبحمد الله. والمزارعين وبحمد الله تاريخهم كان هذا القمح يزرع في السواقي قبل تأسيس هذه الجمعيات، كان يزرع في السواقي، ولذلك المزارع في هذه الجمعية له خبرة في زراعة القمح وزراعة الخضروات وزراعة البصل والطماطم. وكانت هذه الجمعية وبحمد الله حتى الآن تغذي كل الأسواق، كل الأسواق، سوق بحري وسوق الخرطوم وأم درمان وسوق المصفاة الآن أيضا من هذه الجمعية. فهذه يعني نبذة تاريخية عن هذه الجمعية العريقة الخالية من المشاكل، ونتمنى إن شاء الله يعني أنه تجد يد العون والمساعدة في حل بعض المشاكل الموجودة فيها حتى تقوم بدورها كاملا. نمضي ونتواصل معكم مشاهدي فضائية الخرطوم عبر المجلة الزراعية، ومع هذه الإفادات المتنوعة من المنتجين بولاية الخرطوم. Thank you.
هذه الجمعية كما ذكرت يعني أولا تمتاز باستقرار في الزراعة، تمتاز باستقرار وانسجام بين المزارعين، وهذه وخلوة من المشاكل. رؤيتنا المستقبلية لهذه الجمعية أن تقوم بدورها في هذه الولاية، ولاية الخرطوم، وهي من الجمعيات الرائدة، من الجمعيات العتيقة، من الجمعيات صاحبة التاريخ في هذا الأمر. نريد أن نسحب بها إلى زيادة الرقعة الزراعية حتى نزيد من دخل الفرد، وحتى تستفيد الولاية أو السوق من الإنتاجية. نريد أن نرفع سقف الإنتاج في كل المحاصيل بالمتابعة من الإرشاد الزراعي، وبإدخال التقنيات الحديثة بهذه المتابعة، وحتى يعني مستقبلا نتمنى أنه إن شاء الله، وإن شاء الله سيحدث هذا، أنه تكون هناك ندوات تثقيفية عن الزراعة الحديثة، ومن المرشدين الزراعيين. وأخونا الطيب ما بيقصر، والحمد لله من هذه الجمعية منذ أن بدأنا هذه العروة الشتوية لم تنقطع زياراته يوم ويومين هو موجود معنا، يوم أو يومين هو موجود معنا وهو متابع، والحمد لله. ولكن إن شاء الله بعد استقرار المضرب، والموية طبعا هي عصب الحياة، ووجود الماء وتوفره، والحمد لله هذا ليس بالصعب على هذه الجمعية، نوفير الماء وحلحلة مشاكلها، مشاكل الكهرباء، استقرار الزراعة في هذه الجمعية، والاستفادة القصوى من الموجود من الأراضي، والإضافة إضافة المساحات الجديدة، بالإضافة إلى كما ذكرت الاستفادة من التقنية الحديثة في زيادة الإنتاج. نتمنى إن شاء الله أن تقوم هذه الجمعية برفض السوق بما يحتاجه إن شاء الله، وفي كل الموسم، لأنه الحمد لله نحن ما بنتأثر بفيضان، ما بنتأثر بسيول، الأراضي موجودة طول السنة. لذلك نسعى إن شاء الله جاهدين في الأعوام القادمة وفي المواسم القادمة إن شاء الله لزيادة إنتاجيتنا وحلحلة المشاكل الزراعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العظيم عبد الله محمد، عضو مجلس إدارة والأمين المالي للجمعية. بخصوص العروة، يعني الزراعة العروة الشتوية، نحن هي مساهم طبعا أراضيه كلها دورات فدان وربع، وفي بعض الأراضي الزايدة يعني بنزرع في، بنعتمد على القمح في العروة الشتوية، القمح والفاصوليا والبرسيم والخضروات طماطم وغيرها. وعندنا في العروة الصيفية بنعتمد على البصل والعلاف بسبعين سبعين وعشريف وكل الأراضي. طبعا الدورة المخصصة طبعا فدان ربع، لكن عندنا أراضي زايدة، يعني أي زول عنده صعب الأراضي دي بيزرع عنده زيادة حسب الاستطاعة بتاعته. ويعني أما يعني عندنا مشكلة الخريف طبعا، الأراضي في الجمعية دي في الخريف طبعا ده المشاكل، يعني عندنا المشاكل طبعا الكهرباء والمشاكل دي. يعني عندنا فدان، يعني القمح ده دائما يعني بالزيت كل سنة. السنة الماضية زرعنا 200 فدان، السنة دي الساعة إن شاء الله 300 فدان بنزرع. البرسيم دي يعني في حدود 200 150 كده، والخضروات دي 100، لكن الخضروات دي متنوعة على حسب المزارع. المزارعين دي طبعا المزارعين بالفطرة، يعني هي خبرتهم كافية يعني لكن بنحتاج يعني في الإرشاد طبعا. نحن عندنا والله الطيب ده ما مقصر يعني، لكن يعني خبرتهم في الشتاء في التحضير في الزراعة محتاجين، لكن برضو يعني نحن والله بنشكر يعني ناس الإرشاد ما مقصرين معنا، يعني طوالي يعني بيجونا وأنا. لكن طبعا المزارعية والله ما شاء الله، يعني فهي البصل ده طبعا نشأ فوقه، والخضروات دي كلها يعني من بيع كل شيء يعني. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. الاسم شمس الدين إبراهيم علي رحمة، معاصر ومؤسس في الجمعية، عضو مجلس إدارة من 77. الحمد لله أنا معاصر الجمعية، والآن بقوم بوظيفتي في الجمعية إنه مدير الريانة.
الحمد لله قمنا بتطهير الغنوات الترعة الكبيرة والترعة الفرعية، والحمد لله المويه من سابه كويس. عندنا المضرب تحت بيحتاج هسه عندنا طرمبة من بكرة وبعد بكرة إن شاء الله قايمين عليها الربطة عشان تزيد انسياب المويه وتريح المزارعين. الفترة الجاية دي إن شاء الله ما يكون عندنا فيها أي عجز ولا أي فجوة بتاعت مويه. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة أنا عبد الجليل خلف الله العوض بسكن دبق. من الجمعية دي من قامت كان أبواتنا ونحن تحتن بنقلوا حفروا أول حاجة ترعى من البحر لقدام، جابوا مكنة ربطوها فيها مواسير ما كانن عندنا، عملوا دراوات لأنه الدراوات دي عملوها ببراميل. أبواتنا نحن شاهدناهن الواحد بيطلع ثلاثة سلالم حتى يسكن الموية فوق. بعد ذاك أسسوا الحمد لله الأراضي دي كلها كانت أراضي ملح وقيزان، جاهدوا ونحن تحتن والله بالله العظيم الجدول ده ورع ردموا بالصفايح بالحمير، الله يكرمكم بالحمير، نقلوا بالقليبة اردموا ونحن تحتن نحفر نساعد فيهم لحد الموية دي وصلوها هنا المكتب الجمعية ده عزوا. عدينا سنة بدوا أدوا أي زول على قدر ما يستطيع يطيح في الأراضي ويزرع، الحمد لله غدموا ومشوا الأراضي دي كلها أسسوها كانت موز وبراسيم. أنا شاهدت والله ستة لواري يومي على الله بتشحن برسيم من الجمعية دي تطلع الجاي ساي لقط السيدة العربية مستفيد. عانينا من المضرب تحت قدر من عان وسووا لأنه كملوا جهودهم بنوا الجدول ده لحد ده دج محل الجدول الأساسي المبني ده كله كان دراوات فوق بالهواء. الناس طلعوا سكنوا سقوا عملوا وسسوا في المرحلة دي الأراضي دي كانت موز، المكنة جابوها بدوا بها انتهت وقفت الأراضي دي موز، قاموا بواتنا ومجلس إدارتنا الموجود ومتكاتفين معاهم أسسوا جروا طالبوا من بنكي من هنا جابوا لهم ثلاثة بوابير لساتر، ثلاثة بوابير الحمد لله انغزوا بهن، هن اللي بقن سبب حين الجمعية دي
لحد تاريخ هسه الحمد لله ما عندنا الا بنعاني من المضرب والمواسير والطرمبات. ده الشيء اللي حصل، الاراضي دي كلها كانت مخدره، بصل، قمح، اي زول عنده سهم لكن وراه 10 12 نفر بيخدموا في السهم ده، يأجروا يستعينوا يشيلوا من اخوانهم جاي جاي. ده الشيء اللي اسس الجمعيه وبدنا ندعيله ان شاء الله. تحية لكم مشاهدي فضائية الخرطوم، والتحية لكم مشاهدي المجلة الزراعية لهذا الأسبوع. عدد متكامل عددناها لكم، متابعة طيبة نتمناها لكم. طيب إدريس سليمان علي، مرشد زراعي منطقة وطرملي دبك والتكينة. حقيقة نحن نقف الآن في منطقة دبك والتكينة اللي هي تابعة
هذا المركز مركزنا الإرشادي. هذه المنطقة العريقة تحوي جمعية دبق والتكينة، ونحن كإرشاد زراعي يعني هي كان واحدة من المساعي إنه نزيد الإنتاجية والإنتاج في هذه المنطقة، ونطور بمزارع المنطقة أصلا ذو خبرة يعني سابقة منذ القدم، لكن التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج والإنتاجية ولتخفيف كثير من الأعباء المالية للزراعة كان لنا دور كبير جدا في إنه نقف مع مزارع هذه المنطقة من أجل زيادة الإنتاج. نحن كإرشاد زراعي مهتمين بهذه المنطقة من خلال البرامج الإرشادية اللي بتتمثل في الزيارات الراتبة لهذه المنطقة، والحاجة زيارات إرشادية منتظمة حقلية. كذلك النشرات الإرشادية هي واحدة برضو من الوسائل اللي زادت من فهم هذه الإنتاجية لمزارع المنطقة، خاصة في كثير من التركيبة المحصولية. رغم أن هذه المنطقة هي صح معروفة بإنتاج البصل، لكن في الفترة الأخيرة كان هنالك تنوع في الخضروات. حتى القمح الآن وصلت فيه المنطقة يعني لزراعة موسمين متتاليين لأصناف صنف نيلين ووادي النيل، والآن حتى وزارة الزراعة دفعت بهذه المنحة لتوطين برنامج القمح في هذه المنطقة لتمويل عدد 20 مزارع بكافة المدخلات لهذا المحصول، وهي برضو يعني نوع من الطفرات حتى تمكن هذا المزارع في المستقبل من زيادة الرقعة في مساحة. نعتبر القمح هو من المحاصيل الأساسية حتى على مستوى ولاية الخرطوم ومستوى السودان، ففي تحت إدخال هذه المنطقة قامت كذلك ولاية الخرطوم بهذا الجهد الجاهد في توطين لهذا القمح بهذه الحزمة المتكاملة خلال هذه العروة. الآن نحن برضو كإرشاد زراعي قريبين جدا من مزارع المنطقة من أجل النهضة بزيادة الإنتاج والإنتاجية من خلال الحملات الإرشادية، من خلال الزيارات الميدانية المتراتبة، من خلال النشرات الإرشادية، من خلال الاتصالات حتى عبر الهاتف للمتابعة اليومية عبر كثير من المزارعين في تنوع محصولي كالقمح أو المنقطوع اللي هو الفاصوليا الخضراء، اللي هي منذ شركة CFC اللي هي قامت بتوطين هذا المحصول منذ قبل 10 أعوام. الآن بنجد الفاصوليا موجودة في هذه المنطقة كمنتج. نحن في الإرشاد الزراعي حريصين جدا حتى من خلال التطوير لرفع ونهضة المزارع بهذا الابتكار الزراعي وبهذه الزيادة في الرأسية والأفقية. نحن قريبين منهم بالمدارس المزارعين، كذلك من الزيارات الراتبة سواء كانت الزيارات متبادلة من خلال الاتصال الهاتفي أو من خلال الزيارات الميدانية أو من خلال أيام الحقل على مستوى هذه المنطقة كلها، حتى تزيد من ثقافة المزارع في النهوض والارتفاع بالقيم الإنتاج في المحاصيل المتنوعة، إذا كان البصل حتى إذا كان الفاصوليا القمح البرسيم أبو سبعين، يعني كل هذه محاصيل موجودة على مستوى هذه المنطقة حتى الخضروات. الرسالة اللي احنا بنرسلها هنا للمزارع هذه المنطقة هو مزارع يعني ذو خبرة قديمة جدا، لكن احنا هذه الزراعة قائمة على كلها متجددة يعني فيها تقنيات حديثة. هذه التقنيات الحديثة هي بتزيد من الإنتاج وبتقلل لنا بكثير من التكلفة. نحن بنوصيهم بتطبيق الحزمة التقنية لكل محصول، كل محصول القمح أبو سبعين البصل في هنالك حزمة تقنية متكاملة منذ تحضير الأرض، يعني التحضير الجيد في الوقت المناسب، البذور الجيدة المتكامل الخالي من بذور الحشائش الموصى بها، تنظيم الري في الفترات المتقاربة، في الشتاء كل 10 أيام، في الفترة الصيفية كل 7 أيام،
في استخدام المبيدات التي تقلل لنا من الآفات الزراعية. حتى الآن على القمح العدار وخلافه دي كلها بتحتاج إلى استخدام حتى هذه المبيدات في الوقت بالجرعات الموصى اللي قاعدين أصلا نلزمكم بها في الوقت المناسب حتى نتفادى كثير من هذه الحشاش. كذلك حتى الآفات الزراعية إن كانت سيرفسي في البصل أو خلافه من الآفات التي تصيب كثير من المحصولات الزراعية باستخدام المبيدات الموصى بها التي يعني نحن غريبين منكم نلزم المزارعين بأنه هذه المبيدات لها فترة محددة وفي مواعيد محددة بجرعات محددة حتى تكون المكافحة متكاملة وتأتي نتائجها وحتى لا يكون هنالك إهدار للمال. نحن نريد هذا المزارع الهدف الأساسي يزيد الإنتاج ويرفع من رأس ماله بعد الإنتاج، وهذا هي الغاية نريد أن نصل به للحد الرفاهية في من خلال هذه الزراعة. تابعنا معكم مشاهدي المجلة الزراعية عبر هذا العدد المتكامل، فريق متكامل صاحبكم عبر هذه المساحة من المجلة الزراعية، والأسبوع القادم لقاء جديد. السلام عليكم.